السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دي المباراة الودية بين المنتخبين الوطني المغربي وميدان المهتر الدينالو الشومي، طريقة شميلة راح يدوب مراوغة رائعة طريقة التقدم من جانب لاعب المنتخب الوطني المغربي. كرة من الجهة اليمنى لأشرف حكيمي للبراق المغربي، ينطلق من الجهة اليمنى يرتكب الخطا من جانب لاعب منتخب الباراغواي نيمار في ظل نعرف جيد المدرسة تمشي الكرة من الجهة اليمنى مغربية للانطلاقة البحث عن العرضية مدرسة أمام منتخب الباراغواي تلعب ركلة ركنية خطيرة، فرصة جميلة للمنتخب الوطني لكن لم تستغل تسديدة لم تكن بالمؤطرة، كانت فرصة خبر الباراغواي من سيس بوفال لمساة تيكي تاكا مغربية خذوا هات. هناك اعتراض على لاعب سفيان بوفال لم ينتبه لذلك حكم المباراة وبذلك مطالب خطأ من جانب ساري ديليس ألبرتو لاعب أولمبيا تنفيذ هذه الكرة بشكل مباشر مرت محادية تفاعل من جانب سيمبورو ركلة ركنية للباراغواي حداري نفس الشيء بالنسبة لي هنا لمسة جميلة لقطة الأولى والثانية لقطتين رائعتين يتفاعل معهما الجمهور لمسة سفيان بوفال تحضر في هذه اللحظات كما قلت سيرالاته ومراوغاته شيء جميل بالنسبة لخط شمال منطقه استلام حداري من المساحات العرضية من فرصة خطيرة مغربية رائعة التيكي تاكا المغربية رائعة اللمسات المغربية بناء هجومي أكثر من رائع للمنتخب الوطني المغربي يعني تبعنا طريقة البناء الهجومي أشرف تمريرة بينية فرصة لريان مرمى خطأ ملعوبة تحضير حداري شباب حداري تمشي لأمين حارث أمين طلقة أمين مش أمين يتحصل على مخالفة يقول الحكم لفائدة المنتخب الوطني المغربي سيناف لعب كان بسرعة أشرف داري يتحصل على مخالفة وغول على بشار منطقة الجزاء عملية تحضير تدخل من مرابط ضغط مغربي يقود الآن حكيم زياش كرة بينية هذه اللقطة عملية تحضير محاولة يعني ستكون محك حقيقي لمنتخب الباراغواي وبذلك كان يجب التعامل مع هذا المنتخب بنوع من الذكاء تنفذ عبر القائمة لاستغلال الكرة الثابتة للمنتخب هذه عرضية فرصة خطيرة لكن المتابعة من الحارس سيلفا أنطوني دومينغو حاول استغلالها غير المسايس أديرا مع التركيز على الرواق الأيسر والأيمن بحضور لأشرف حكيمي عرضية من أشرف بدون جانب نصير مصراوي يبحث عن العرضية كرة مغربية من جانب حيط الصاد هذه تسدد بوريق أشرف حكيمي حكيم سياش تحضير فرصة خطيرة رائعة الأجواء للمنتخب الوطني عز الدين ناحي تسديدة عبر هذه التمريرات الجميلة وصلت لحكيم سياش عبر القيم الثانية انطلاقة من ريان مشى ريان لكياش شاتي وناحي من الجهة اليمنى العرضية تنفذ من حكيم سياش عبر القيم الثاني إبعاد تمنع عودة بسرعة نصير مزراوي يريد ممكن أن يوقف ميغيل أنخيل مكن من الحلول والمنافذ ترسيقه لغوستافو تنفذ الكره البحث عن الضربه الراسيه حداري هذه الفرصه الخطيره لمنتخب الباراغواي مشات اماميه فرصه مغربيه توغل فيها الخطوره عن الهدف بوفال مشات اماميه تيكي تاكا حكيم الانطلاقه من اشرف حكيمي عرض ميدان المنتخب الوطني والتغطيه من غير سايس سفيان بوفيل بوفان انطلاقه من بوفيل فرصه تسدد جميله الهجمه تحول سريع جميل جدا بالنسبه لعناصر المنتخب حكيم شا حكيم حكمت على التسديده رائعه هذه اللقطه رائعه هذه التسديده من حارث فرصه خطيره جول لا الحكم يرفض بدعة التسلل للأسف الحكم يرفض بدعة شباير الباراغواي هذه ضربة راسية سهلة لفائدة الحارس تمريرات قصيرة هذه خطيرة أبرز فرصة لمنتخب الباراغواي
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.